مستمرين معكم في يوم جديد. شكرا ورود على هاي الأغنية الجميلة جدا، يعني من أجمل أغاني هيك تتغنى بالوطن. صحيح، تعطيك هيك أجواء صباحية بتخليك تشعر بالنشاط حيوية وتبدأ هيك يومك منطلق بشكل مختلف. عشان هيك شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نروح على الرياضة. يلا يلا تفضلي كاتي. يعني اليوم رح يكون معنا يعني الكوتش رعد القبلان، رح يقوم لنا بتمارين بشكل عام للجسم باستخدام الأوزان وحبل المقاومة. كنت بحكي معه قبل شوي بقول له إحنا في عنا نية نلعب رياضة دائما، ولكن هاي النية بنأجلها. بحكي لازم يكون في هناك يعني خلص حسب للموضوع وإرادة. صباح الخير كوتش، كيفك؟ النور ويسعد صباح المشاهدين. صباحكم ليست. صباح الخير كابتن رعد. النور ويسعد صباح المشاهدين. أود بالذكر ايوه وارفع اجمل ايات التهنئه والتبريك لصاحب السمو ولي العهد وبمناسبه عيد الاستقلال. كل عام موطننا الغالي وقائدنا بألف خير. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. حكيت يعني بدنا شوي نحكي هيك عن بعض التمارين الرياضيه ان شاء الله. اليوم راح العضلات نشتغل على جميع عضلات الجسم الفول بادي، وراح نبلش بالابر بادي ونعمل حماية كامله. خلينا نبلش. يلا نرفع الميوزك شوي وراح نبلش. راح نعمل حماية بسيط هون، تمام، لمده دقيقتين. نعمل حماية. جود جود جود. تمام. نعمل كارديو. نحمي نحمي عضلة القلب والأربطة والمفاصل. تمام. نعمل نبسط أيدينا بالشكل هذا ونعمل دايناميك ستريتش، حركات دائرية لحتى نحمي المفصل كامل. 1 2 3 4 5. نرجع 1 2 3 4 5. نجي نستخدم الحبل الرابر باند، نحط الحبل بإيدنا هذا الشكل هذا ونحمي روتيتر كاف ونعمل اكسترنال روتيشن، حركة دوران للخارج. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نجي للجهة الثانية نشتغل عليها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نجي على استخدام الدامبلز. اليوم راح نبلش شولدرز الجزء العلوي. راح نبلش شولدر بريس دامبلز. راح نعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نكرر هذا الشيء 3 جولات، كل جولة 10 تكرارات. راح نبلش فرونت ريسز للكتف الأمامي. راح نبلش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نكرر هذا الشيء 3 جولات، كل جولة 10 تكرارات. راح نبلش ريتلر ريسز فلاي جانبي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كرر هذا الشيء 3 جولات، كل جولة 10 تكرارات. راح نبلش الكتف الخلفي. راح نعمل جرينا بالاستقامة هاي، الهبس بالكلوز لورا. راح نعمل الكتف الخلفي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كرر هذا الشيء 3 جولات، كل جولة 10 تكرارات. راح نبلش على عضلة الترابيزيوس. نعمل سحب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نكرر هذا الشيء 3 جولات، كل جولة 10 تكرارات. راح نبلش هسا نعمل تمارين لعضلة التشيست. نعمل يدينا بالشكل ها. نعمل بوش أب. راح نعمل استقامة، يدينا بالاستقامة. تمام. راح نعمل 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10. Good. نزيد التمرين الثاني وين هو العرض الترايسبس. راح نعمل اوفر هيد دامبلز اللي انا بالشكل هذا. ظهرنا باستقامة، راسنا مرفوع، نفس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نروح على الإيد الثانية، نعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نزيد التمرين الثاني اللي هو راح نستهدف فيه عضلة الباك الظهر، راح نعمل عليها بالشكل هذا بالوضعية هاي. تمام، نسحب الدامبلز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نزيد التمرين الأخير اللي راح نستهدف فيه عضلة البايسبس، بايسبس كير، نعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نزيد التمرين الأخير واللي هو البايسبس، نعمل الداخل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ما شاء الله عليك، الله يعطيك الف عافيه كابتن. يعني بجوز انا حسيت يعني من خلال التمارين اللي عملتها شوي مرهقه متعبه. مش مرهقه بس مشان النفس مش منظم كثير كويس، وهذا شيء غلط. هلا الاحماء بفيد بهيك امور، لازم يكون في احماء قبل كان يحمي احماء ورم اب، يعني بيرفع وزن الجسم، لياقته ترفع درجه حراره الجسم وضغطه بالعضلات. جميل. طب هلا كابتن شو في شيء بالبيت ممكن نستخدمه بديل لبعض الادوات اللي موجوده معك؟ ممكن نستخدم تمارين بوزن الجسم، يعني باستخدام الربر باند او الدامبل 2.5 كيلو. بضبط. يعني شو ايش مثلا بالبيت بقدر استخدمه بديل للادوات هذول؟ ممكن تستخدم تمارين كارديو بوزن الجسم، وتعمل تمارين سكوات، تعمل تمارين يعني بريتل ريسز بفراي عاد بوزن جسمك. جميل. انا دائما بحكي مرات علب الحمص، علب الفول، علب والله اي شيء فيه ريزيستنس، اي شيء فيه مقاومه، اي شيء فيه مقاومه يعني مش ضروري يعني انه لازم مش ضروري دامبلز او بارز، اهم شيء انك تمارس الرياضه. يعني الرياضه هي جزء من حياتنا لازم تكون. صحيح صحيح. بدنا نشكرك كوتش رعد على تواجدك معنا وعلى هاي التمارين. يسعد قلبك. شكرا جزيلا. اهلا. كل الشكر لك كابتن، يعطيك الف عافيه. شكرا.